دكتور، احنا عندنا هنا في احصائيه اتعملت مثلا على السيدات اللي عندنا، في كام في الميه ممكن يكونوا مصابين بسرطان عنق الرحم؟ طيب دي حاجة لطيفة. احنا دلوقتي دكتور محمد العزب والدكاترة ابتدوا نزلوا عملوا عينات عشوائية من خلال مستشفى الكلاء التعليمي، مستشفى حكومي، وابتدينا نجيب سيدات راندم كده عشوائية ونعمل فحص. طبعا نسب الخلايا غير الطبيعية، خليني اقول لحضرتك حاجة، انه في حاجة اسمها خلايا غير طبيعية ودي بتتحول بعد كده لسرطان. نسب الخلايا غير الطبيعية كانت واصلة في الفحص ده ال 40%. تمام. طيب الخلايا غير الطبيعيه دي بتتحول بعد كده للسرطان. فطبعا النسبه كانت كبيره جدا. طبعا مسببات السرطان ده مين ليه بتتركز بنسبه 90% حول فيروس اسمه ال HPV او الورم الحليني. الفيروس ده هو ممكن يظهر في شكل عين سمكه، في طنطا، حاجات منتشره جدا. تمام. وممكن يكون منتشر، ده من المسببات. ممكن التدخين، ممكن الجواز والطلاق الكتير، مثلا تعدد العلاقات عن طريق الجواز والطلاق ده يسبب النقطه دي، واحنا عارفين نسب الطلاق عندنا دلوقتي بقت عامله ازاي، مرتفعه شويه، ونسب المدخنين عندنا برضه في السيدات بقت عامله ازاي، او عامه في مصر السيدات او الرجاله. فطبعا المؤشرات كلها بتقول ان احنا رايحين ده، احنا كده شويه قضينا الناس. النقطه بقى اللي هتطمن معظم السيدات ايه؟ انه بالفحص، الفحص ده فيه نوعين، نوع بيتعمل كل 3 سنين ونوع بيتعمل كل 5 سنين. الست مش محتاجه ان هي تقلق خالص، هي لو داومت على الفحص ده هي تقدر، ده النوع الوحيد من السرطانات اللي نقدر نمنعه نهائي، مش هيحصل. مش هيجي لو هي تبعت الفحص ده واهتمت بيه، هي مستحيل تصاب بالنوع ده من انواع السرطانات. مش بقول لك نسبه حتى 90 او 99، لا 100% مش هتصاب بيه. وعشان كده هو مطبق في معظم الدول، انه يعني حاجه ناشونال بروجرام زي ما بقول لحضرتك، شيء اساسي. تمام. شكرا ليك جدا استاذ محمود سعود، المتحدث باسم حمله نفرت للكشف المجاني عن سرطان عنق الرحم. يمكن برضو قال لنا تفاصيل اكتر وقال لنا حاجات مهمه ومفيده لكل السيدات اللي بيشوفونا، سواء بقى من الاسباب اللي ممكن تؤدي لده وازاي كمان ممكن نتجنبها.